الأحدث والأخطر. الدرون الأكثر دموية تضرب جيش زيلينسكي، شبحية وسريعة وفتاكة وقادرة على تدمير أي هدف. سرب واحد منها قادر على محو فرقة عسكرية بأكملها وجعلها أثرا بعد عين. الدرون الانتحارية أراش 2 انتجت سرا في إيران وصدرت إلى روسيا مؤخرا، وأوكرانيا فضحت أمرها. فما هي هذه الدرون؟ ولماذا كل هذا الكتمان؟ وما المقابل الذي حصلت عليه إيران من روسيا؟ ولماذا يفضل بوتين استخدام الأسلحة الإيرانية بالتحديد؟ وما دورها في أوكرانيا؟ المسيرات التي أثارت رعب أوكرانيا. أراش 2 هي طائرة مسيرة انتحارية من الفئة كاميكازي المخصصة للاستخدام مرة واحدة. اعتمدت إيران على هذا النموذج قبل عدة سنوات، وخرجت من خطوط الإنتاج في سبتمبر أيلول من العام 2021، وهي مصممة خصيصا لمهاجمة تل أبيب وحيفا. تتميز أراش بشكلها المشابه إلى حد كبير في تصميمه الصواريخ المجنحة. أساسا هي تؤدي ذات المهمة التي تؤديها الصواريخ المجنحة لكن بدقة أعلى. يبلغ طولها 2.8 متر وقطرها 60 سنتيمتر ووزنها نحو 220 كيلوغراما. يتم إطلاقها بواسطة قاعدة أرضية أو محمولة على عربة، ويتم دفعها بواسطة محركات صاروخية. الأول يعمل على دفع الطائرة في مرحلة الإطلاق، والثاني يواصل العمل بعد أقل من دقيقة عند توقف المحرك الأول. تبلغ سرعتها 280 كيلومتر في الساعة، ويصل مداها إلى نحو 2500 كيلومتر، ويمكنها التحليق على ارتفاعات منخفضة، وتستطيع الطائرة تغيير اتجاهها عدة مرات قبل إصابة الهدف. وهي من الجيل الجديد من الصواريخ المجنحة من منظور إيراني، لكن بتكاليف أقل وبدقة أعلى في ضرب الأهداف وبخصائص لا تتوفر في الصواريخ. وعلى الرغم من انخفاض سرعتها، إلا أن حجمها الصغير نسبياً يعوض هذه النقطة ويجعل من ردعها أمراً صعباً للغاية. يتم تجهيز أراش بأنظمة مسح ضوئي للتصوير البصري والحرارية ولكشف إصابة أنواع مختلفة من الأهداف، ويمكن للطائرة أيضاً الكشف عن انبعاثات الرادار لتدمير أنظمة الدفاع الجوي. ومع كل هذه التجهيزات عزيزي المشاهد، فكلفة تصنيع الطائرة الواحدة من طراز أراش لا تتجاوز أكثر من 10,000 دولار أمريكي، بينما تصل تكاليف إنتاج صاروخ بذات المواصفات إلى نحو 100,000 دولار. الأداء العسكري. تحمل مسيرة أراش 2 رأساً حربياً خارقاً شديد الانفجار بوزن يصل إلى 180 كيلوغراماً، وهي مزودة بكاميرا لنقل الفيديو إلى قاعدة التحكم. وللعلم فإن قاعدة التحكم تتيح تشغيل 8 محركات في ذات الوقت. تم تزويد أراش بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتصبح قادرة على تمييز الأهداف من الأكثر خطورة وحتى الأقل، وتربط تقنيات الذكاء بين كافة الطائرات التي تحلق في مهمة واحدة، وتعمل على توزيع البيانات والأهداف فيما بينها، وتستطيع العمل بشكل أوتوماتيكي دون تدخل طواقم التشغيل. يمكنها ضرب الأهداف البرية والبحرية على حد سواء، وأهم ما يميزها هو القدرة على التحكم بها إلى حين انفجارها. ولو أنها وصلت إلى عدة أهداف في معسكر ما يضم العديد من الأهداف، فإن المتحكم يستطيع تحديد أخطر هدف وضربه. وبمقدور المشغلين المناورة بها وإدخالها إلى حظائر الطائرات الرابضة على الأرض، أو تفجيرها داخل نوافذ الأبنية، وحتى داخل الفتحات الصغيرة في خزانات الوقود الأرضية، ويمكنها دخول الأنفاق أو ضرب مفاصل الجسور. باختصار، لا مأمن من هذا السلاح حتى تحت الأرض. علاوة على قدراتها القتالية، فإن هذه الطائرة تعمل كطائرة تجسس واستطلاع، وتزود قيادة العمليات بالصور والفيديو بشكل لحظي، وبالنتيجة الحصول على المعلومات والبيانات الاستطلاعية بشكل أسرع من استخدام الأقمار الصناعية. وصولها إلى روسيا. أجرت روسيا في يونيو حزيران الفائت صفقة لتوريد الطائرات المسيرة من إيران لصالح الجيش الروسي، الأمر الذي نفته روسيا وإيران. لكن أوكرانيا فضحت هذه الصفقة،
عندما رصدت قوتها حطام وبقايا مسيرات إيرانية من نوع شاهد 136 التي تم إسقاط بعضها داخل أراضيها. بعض التقارير الغربية رجحت نقل إيران أكثر من 1000 طائرة مسيرة إيرانية إلى روسيا من طرازات مختلفة ومتعددة المهام والأغراض، تزامناً مع تسريبات تفيد بنقل إيران بعض خطوط إنتاج الطائرات المسيرة إلى موسكو. أطماع متبادلة. لا يخفى على أحد أن تكاليف الحرب على الجانب الروسي مرتفعة جداً، ولم تكن روسيا تتوقع أن يمتد أمد الحرب إلى هذا الحد، ولعل استخدام الأسلحة الروسية باهظة الثمن دفع بالكرملين للبحث عن بدائل كاستخدام الأسلحة السوفيتية بنسبة أكبر وتجنب استخدام الصواريخ البالستية والجوالة والدقيقة والذكية إلى أكبر قدر ممكن. ولا شك أن شراء الأسلحة سواء من إيران أو غيرها بثمن زهيد هو ضرب من الصواب حتى لا تستنزف روسيا المزيد من الاحتياطي في خزانتها. أما أطماع إيران في تصدير صناعتها العسكرية إلى روسيا ناجم عن عدة دوافع ليس المال منها، أهمها الدعاية والترويج للأسلحة الإيرانية في خضم الاندفاع الدولي للتسلح، وتوريد أسلحة لدولة عسكرية عظمى كروسيا يعطي المزيد من الثقة بالصناعة الإيرانية. وتسعى إيران لمقايضة صناعتها العسكرية ببعض الهندسة العسكرية التي تود نقلها من روسيا، خصيصا في صناعة الأنظمة الدفاعية والصاروخية. أما التقارب السياسي والعسكري بين البلدين الذي يفرض الغرب حصارا اقتصاديا ومدنيا وعسكريا عليهما هو مصلحة مشتركة تصب في مصالح كليهما. دورها في الحرب الأوكرانية. ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن وحدتها الاستخباراتية رصدت تشغيل القوات الروسية منجنيقات إطلاق المسيرة أراش 2، مطالبة الدول الغربية بالضغط على إيران للحد من عمليات توريد الأسلحة القذرة إلى روسيا. وحتى اللحظة لم تتمكن أوكرانيا من تقديم أدلة ملموسة على استخدام المسيرة أراش ضد قواتها، لكن هذا الأمر لا ينفي استخدام روسيا لهذا السلاح في مسرح الحرب الأوكرانية. واعتمدت روسيا خلال الأشهر الأخيرة إخفاء أي كتابة أو رموز على الذخائر التي تستخدمها في هجماتها، منعا لثبوت تورطها بجرائم تنتهك حقوق الإنسان، خصيصا الذخائر التي تستخدمها في قصف المدن الأوكرانية المأهولة، مما يعيق عمل الفرق الحقوقية في إدانة روسيا قانونيا. في الختام، يمثل استخدام أسراب من هذه الطائرات تحديا للدفاعات الجوية الأوكرانية، على الرغم من تقديم الدول الغربية وعودا بتعزيز دفاعات كييف بأنظمة يمكنها إسقاط الطائرات المسيرة، غير أن الكثير من هذه الأسلحة لم يصل بعد، وفي أحسن الأحوال قد يستغرق الأمر شهورا لوصولها، أي إن قواعد اللعبة ستتغير. وخسارة روسيا لهذا التحدي قد ينهك جيشها ويضعف موقفها العسكري والسياسي، واعتمادها على الدعم العسكري الممنوح لها لا يفي بالغرض، وعليها ردع هذا السلاح بأي وسيلة كانت. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لطائرة أراش الإيرانية؟ وبرأيك هل ستحدث فارقا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟